هما المشتري ديال اختكم واش راح تكون بجرا هي فلاكيس البنات. شوفوا شنو ربحت اليوم في ليدل. ها انتم يا البنات غات وي غات وي. ديما كنقول لكم شارجيو لابليكاسيون خدي الطونسيو الاخوات لاباري ديال الطونسيو. المهمتي الفران يا البنات عرفتي راه من 30 اورو لقيتهم من 70 اورو لقيتهم داري لهم 30 اورو البنات. سارعوا يا الاخوات ليدل حاطين الكاجيطات ديال الخضره بانغو يا البنات انغو. اش هاد الرخي البنات كنلقى اليوم في ليدل؟ شوفوا لي الفرارنا الاخوات شي حاجه واعره دايرين 70 اورو يا البنات 70 اورو. هاد الفران فران اوميكروند كيشوي لك الدجاج يطيب لك البيتزا يطيب لك اي حاجه يا البنات. اليوم داروا ليهم 30 اورو يا البنات 30 اورو. ما عرفتو رخا ولا دوخه يا البنات. الجينات ديال الوليدات البيجامات تريكويات كلشي كلشي يا البنات ديري له ليكيداسيون عرفتي غير اللي ما بغاش يتبرع الرخا والرباخه. شوفوا لي البنات الجينات ها نتوما غادي يبقاو لكم دير لهم البنات ليكيداسيون. شوفوا لي الكسيوات ها نتوما البنات غادي يبقاو لكم غير ب 3 اورو 32 البنات 3 اورو. ما عرفتو رخا ولا دوخه. عندي كثر من 3 سنين هذايا الاخوات خديتهم من ليدل والله يا الاخوات صبن ورد. هاد الكاتمات ديال المبره كيجيو واعرين فنين اختي شي حاجه واعره عرفتي صبن ورد ما كيديروا ركبه ما كيتحبوا ما حتى شي حاجه والله يا الاخوات الا خذوهم على ضمانتي. اخيرا واخيرا جابوا لكم البنات لاباري ديال الطونسيون كيجوني عليها بزاف ديال الاسئله. اختي بشرى واش حطوها البنات طيروا سارعوا راه كطير البنات في ليدل. انا راه خديتها نفرح بها مهمتي. شوفوا لي داري لها ناقص 20% من 24 اورو 99 غتبقى لكم غير ب 19 اورو 99. اي خاصها شي مقله ديال بغريرها وما اختي جابوها لكم هنايا في ليدل فيها البنات ثلاثه ديال لي طاي اللي كيبغي بغريره صغيره واللي كيبغيها مويانه والاختي الا كتبغيها كبيره. لاول مره البنات كنلقى هاد الموديلات. شوفوا ليا فيهم خمسه ديال النجمات ولا مارك ديال ارنستا. لاول مره البنات كنلقاهم في ليدل شي حاجه واعره. هادو البنات كيجيو فيهم هاد اللعيبات هادو كديرهم في كونجيلاتور. بالنسبه للاخوات اللي كديرهم الدوره الشهريه عندهم الام في الظهر الام في الكرش هادي البنات الا بغيتيها بارده كديرها في كونجيلاتور والا بغيتيها سخونه كديرها اختي في الميكرون. بحال مهمتك كضرها الركبه ديالها كضرها الرجل ديالها كديري ليها هادي في الميكرون كتلويها على الرجل ديالها وكتكمدها شي حاجه واعره يا البنات. بنات سارعوا ليدل شوفوا لي بطاطا والله الاخوات الا لقيتها في مغشي اوبيس ب 6 اورو البنات 6 اورو الخمسة كيلو اليوم اختي في ليدل ديري لها جوج الاورو 95 بروموسيون البنات جوج الاورو 95 الخمسة كيلو يا البنات. لاول مره كنلقى هذا الميكسور هذا شي حاجه واعره يا البنات هنايا في ليدل. كيجي البنات على هذا الشكل هذا ميكسي بيه اختي لا سوب ديري بيه اختي العصير ديري بيه اختي بغرير طحني بيه اختي حتى الكيك وكتجي مع هذه القريعه اللي كطحني على هذا الشكل هذا البنات. وفاش كتسالي كتسدي القريعه تخرجيها معاك تدي معاك العصير فين ما غاديه تمشي تفرجي تديها معاك شي حاجه واعره. لاول مره كنلقاها البنات هنايا في ليدل. بغيتي تفرحي راجلك هذه هي المناسبه خذي لي اختي كثمات سخيخنين واعرين خذيهم من راجلك لولدك شي حاجه واعره يا البنات. عندي خديتهم من راجلي يا البنات والله الا اكثر من عامين هادو شي حاجه واعره. عندك البنات هاد الكثمات ديال الرجال وهادو ديال لي فام احسن كثمات كاينين هنايا في ليدل عن تجربه صبن ورد ديال الاخوات. السلام عليكم البنات كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى يا ربي تكونوا بألف خير بألف صحة وبألف عافية. اختكم بشرى اخواتي جات اليوم من ليدل اليوم ثلاث اخواتي نديروا واحد الجولة ليدل ما شاء الله البنات راه باقي سادة اختي بشرى صبحت علي على الصباح عرفتي ما شاء الله الدنيا عامرة البنات كيتسناو لأن ديما فاش كيكون بحال هكا ليدل ساد كيكون ساد خصوصا هذا ديال لاغفغيل كان ساد يومين البنات ديما كيديروا ليكيداسيون. يعني اليوم في الصباح عرفتي راه ما شاء الله كاين بزاف ديال الناس كيتسناو في ليدل اللي حل كلشي ان شاء الله غنبارطاجيه معكم غير خليكم معايا. شوفوا البنات ما شاء الله كلشي الناس كيتسناو في ليدل اللي حل احنا اختي كنتسناو ما غادي يحلوا دابا وغادي ندخلوا اخواتي على بركه الله. شوف 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 ما شاء الله يا الاخوات ما شاء الله شي الدنيا عامره اليوم كلشي كلشي كيتسنى في اول حاجه يا البنات غادي نبدا لكم بها وهي هاد الميزه اللي لقيت في ليدل عرفتي يا الاخوات صدمت دايرين اوفر سبيسيال ليكيداسيون الاخوات. شوفوا لي الفران هاد الفران هذا منه فران منه ميكرون شي حاجه واعره خذوه الاخوات وصدق ليهم واعر يا البنات. شوفوا لي فيه 1500 واط مجهد فيه البنات هذه كتجي ديال الدجاج على هذا الشكل هذا البنات. الا بغيتي تشوي الدجاجه في الفران كتجي على هذا الشكل هذا فيها البنات الفران فيه العافيه الفوق والتحت بغيتي تخدمي العافيه غير الفوق بغيتي تخدميها غير التحت فيه الفرفاره
البنات شي حاجه واعره 3 سنين ديال الغارانتي. عرفتي يا البنات كندير 70 اورو، 70 اورو اليوم اختي دايره له 30 اورو. والله يا الاخوات الا تصدمت 30 اورو يا البنات. شوفوا لي اورا مازال كيحطوا ان شاء الله لاحظوا شي حاجه غادي نبارطاجيها معكم. الفرارنا البنات اللي انتريسي طيروا لي الاخواتي، انا راني بارطاجيت معكم في الفيديو ديال البارح ديال ليدل ديال سامبو حاطين الاسبيراتورات، راني قلت لهم واش غتحطوا، قال لك راه مازال غادي نحطوا. المهم اي حاجه غادي نبارطاجيها معكم البنات. 30 اورو 30 اورو يا البنات. حاطين حتى هذه البنات ديال هذه راه ما عقلتش البنات شحال دايره، راه دايره واقيلا 99 اورو هي اللي كانوا حطوا، ما عقلتش البنات على الثمن ديالها. شوفوا شحال دايرين لها هي الاخوات اليوم، تصدم. شوفوا الفرارنا البنات راه حاطين هذو، وما شاء الله الناس عرفتي دخلت من الاوائل البنات، الناس عرفتي راه طاروا بهم الاخوات كيهزوا. الا كنتو انتريسي سيروا ليدلات اللي حداكم. هذه شوفوا البنات هذه كديري فيها المهنايا، شفتوا الاخوات كديري فيها المهنه كتخدم بالضوء البنات من هنا كتشعلوا كطفى. هذه البنات شوفي عرفتي راه كتنطوي لك الارضيه بالفابور البنات، يعني بحال يعني كتسيق لك الارضيه اختي بالفابور. لا ماخك ديال الهواء ديري لها 30 اورو يا البنات. تخلطوا والله الاخوات اذا تصدمت بهاد التخفيضات هادو اللي دايرين اليوم. شوفي البنات انا دابا كنقلب فيها، شوفوا الاخوات كي كدير لك الارضيه بالفابور البنات بالفابور، وكيجيو فيها ثلاثه ديال باش كتشونجي الاخوات، يعني اي وحده وكتشديها وكتخشيها في لا ماشين البنات كتصبن ومن بعد كتركبيها وكتجفف لك الارضيه يا الاخوات. شي حاجه واعره الا كنتو انتريسي البنات سارعوا سارعوا ليدل. دابا البنات رجعت اختي للدخله باش نبارطاجي معكم لي برومو ديال الخضره وديال لي فخويا الاخوات. حاطين هاد الليمون هذا راه فيه 3 كيلو البنات، فيه 3 كيلو ديال الليمون اخواتي، راه دايروا له 3 اورو 49 برومونسيو هاد السيمانه. دايرين خيزو الاخوات الجزر فيه 3 كيلو البنات، هادي ديال دوبل اكس ال 3 كيلو. شوف الاخوات يعني راه كتخلصي غير 2 كيلو وعندك كيلو اوفير، يعني جوج وواحد فابور، يعني 3 كيلو بجوج الاورو 73 الاخوات. حاطين هاد التفاح هذا حتى هو الاخوات، دايرين لك 2 كيلو وواحد غراتوي، يعني 3 كيلو وكيلو اوفير. ديروا لي اختي 3 كيلو ديال التفاح 3 اورو 98. لعشاق القرقع البنات راه دايروا له لا بروموسيون، كيلو هانتوما البنات كيلو دايروا له 3 اورو 99. شوفوا يا البنات بطاطا دايرين ليها لا بروموسيون، والله يا الاخوات الا البارح لقيتها في مارشي اوبيس، ماشي البارح البنات ديمونش لقيتها في مارشي اوبيس ب 6 اورو يا الاخوات 6 اورو. شوفوا شحال دايره في ليدل، جوج الاورو 95 البنات، جوج الاورو 95 ل 5 كيلو يا البنات 5 كيلو. ها هما البنات خديت 2 سكان ديال البطاطا، ولكن والله يا البنات الا رخيصه، والفران اختي الفران. ديري الكيوي البنات راه ديري له 49 سنتيم لا بياس، ولكن الا خديتي الجات عندك الثالثة اوفر، يعني الجات وحده غاتوي. الاخوات هذا الليمون هذا راه ديري له شوفوا لي اورو 79 الكيلو البنات، كتجي هاد الشبيكه فيها كيلو اورو 79. ندير لكم البنات حتى لعشاق البعويده البنات الاجاز البواغ راه ديري له 2 اورو 49. هاد الباركيت هذه فيها كيلو ونص، كيلو ونص 2 اورو 49. حاطين هاد التفاح هذا البنات ها هو داير له 99 سنتيم، هذا البنات كتجي باركيت هكا داير لها 99 سنتيم. لقيتهم البنات حاطين هاد الكاجيطه هادي هنا ما شاء الله يا الاخوات، عرفتي دخلت ليها بارطاجيت معكم ما بانت ليش الاخوات حتى دابا عاد وانا نشوفها. شوفوا لي البنات الجينات ديال الوليدات كلهم دايرين لهم ليكيداسيون الاخوات. شوف هذا الجينات ديال الوليدات من 8 اورو 97 داير لهم 6 اورو يا الاخوات. ها انتم دايرين هاد الشيء الكسيوات البنات شوفوا لي من 4 اورو ل 3 اورو. شوفوا يا الاخوات هاد الشيء كلشي دايرين له ليكيداسيون البنات، عرفتي تبقاو البنات تقلبوا، راه اللي ما كيلقاش شي حاجه راه حيت ما كيقلبش الاخوات. شوفوا لي هاد الشيء انا والله تا دستي ما لقيتو ما شفتوش البنات حتى لدابا كنقلب حد ما شاء الله. شوفوا يا البنات شوفوا 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 لي البنات كلشي، ها انتم الاخوات كلشي دايرين له ليكيداسيون. ها انتم البنات بيجامات هاد البغوص ديال الباسكيطات كلشي، ها انتم الجينات. شوفوا يا الاخوات ها صدمت البنات، شوفوا لي شوف شوفوا ما شاء الله الجينات ديال الوليدات الكونتيتي اللي حاطين منهم، عرفتي راه كارطونه صابحين معمرين هاي الاخوات. وبالنسبه للغيفاج ديالنا اخواتي ما شاء الله نبداو على بركه الله، عرفتي واحد الغيفاج كيحمق يا البنات. اول حاجه غنبدا لكم بهذا الميكسو هذا اللي اول مره البنات كنلقاه في ليدل، 3 سنين ديال الغارانتي شي حاجه واعره البنات. كيجي بحال هكا طحني به لا سوب، يعني كيجي هكا ميكسو نورمال، طحني به لا سوب، طحني به اي حاجه البنات بغرير، طحني به اي حاجه الاخوات، تكوني ديري في شيكيك والله يا البنات الا هكا تخلطيه
اي حاجه اللي بنطحنيها به فهمتوا البنات. وكيجي حتى هذه القرعه هذه اللي عجبتني اللي كطحني او ميم طو على هذا الشكل هذا البنات، وهذه القرعه كتسديها وتخرجيها معك الا كنتي خارجه. احسن حاجه عجبتني فيه الاخوات هكا تكوني غادي للخدمه غادي اختي وليداتك ولا انتيا ولا فهمتوا البنات، اول مره كنلقاه لي الثمن ديالو 19 اورو 99. وجابوا هاد الكرمات هادو الاخوات اللي شي حاجه واعره والله يا البنات. شوف هاد الكرمات هادو كاينين عند راجلي وهاد الكرمات كاينين عندي ديما كنبارطاجيهم معاكم والله يا الاخوات. الا صبن ورد الا صبن ورد هي اللي كنت بعدا لابسه البارحه الاخوات عرفتي صبن ورد ديال البنات اكثر من 3 سنين دابا ان شاء الله نبارطاجيها معاكم اكثر من 3 سنين الاخوات والله الا صبن ورد. خذوهما البنات على حسابي كاين هاد الموديل هذا كيجي على هاد الشكل هذا. هاد البنات راه تلبسيها في الدار وتلبسيها حتى في الخروج ديال لا دودونوس برديله ها انت اختي غاديه للمدرسه ولا فريمون كاين هذا الموديل هذا وكاين الاخوات حتى هذا الستيل هذا. كل مره كيجيبوا الوان مختلفه فهمتوا البنات ولكن الكاليتي ديالهم والله الاخوات على ضمانتي. خذوهم وغترحموا لي الوالدين عليهم وراه ما غاليينش البنات. شوفوا لي الثمن ديالهم 14 اورو 99. كاينين هادو ديال الرجال كنت خديتهم البنات والله خديتهم لراجلي خديت ليه جات وحده بلومارين هادو تاهما جايبين جوج موديلات كاين وحده بلومارين وخديت ليه وحده بالكري البنات خديتهم لي اكثر من عامين هادي صبن ورد البنات والله الا صبن ورد شي حاجه واعره زعما فريمون بكل صراحه. الا باغي تاخدي كتمه هكا الوليدات وكل اللي كل راجلك كنصحك البنات بهاد جوج موديلات فرحي راسك وفرحي راجلك كيبقاو موديلات زوين وصبن ورد البنات عرفتي ما تحبوا ما يديروا رقبه ما كيديروا خمله ما تجي شي حاجه والشكل ديالهم كيجي غزال عرفتي شي حاجه زوينه اللي الثمن ديالهم حتى هما ما غاليش البنات ديالهم 14 اورو 99. جابوا لك هاد لاباري هادي البنات شي حاجه واعره شي حاجه فنه فيها البنات ثلاثه ديال لي بلاك ثلاثه ديال الاخوات. يعني تبغي تصايبي اي حاجه البنات هادو كيتحيدوا من هنا وبحال دابا بغيتي تصايبي لي كوفر كتحيدي هادو وكتركبي هاد البلاكه ديال لي كوفر الاخوات كيتحيدوا وكيتركبوا. بغيتي تصايبي شاورما ها هي اختي ديال الشاورما شفتوا البنات ديري بها شاورما ديريها بانيني شي حاجه واعره لا مارك ديال ليدل 3 سنين اختي ديال الكارانتي و 19 اورو 99. واخيرا 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 جابوا لكم البنات لاباري ديال الطونسيون. عرفتي البنات شحال كيجوني عليها ديال الاسئله شحال ديال الاخوات كيقول لي اختي بشرى واش حطوا لاباري ديال الطونسيون اختي بشرى. والله البنات ها هما حطوها وغادي ناخذ منها البنات وحده شي حاجه واعره. شوف البنات راه كنديرها 24 اورو 99 غتبقى لكم غير ب 19 اورو 99. ضروري اختي تكون عندك في الدار. انا البنات خديت لميمتي هذيك ديال ليدل ولكن انا كنت باغا ناخذ ليها ديال خديت للبنات ديال اكسيون. انا كنت باغا ناخذ ليها ديال ليدل البنات وما لقيتهاش ديال ليدل ولكن دابا منين جابوها البنات حيت كيفاش كتبغيها ما كتلقيهاش. انا شريت ليها ديال اكسيون ولكن اختي غادي نعقب نزيدها هادي علاش لان الا خسرت ليها هذيك تصاب عندها وحده كيبقاو شي حاجه واعره اختي. واحسن حاجه فيهم لا مارك ديال الالمان اختي تحيه الناس ديال الالمان 3 سنين اختي ديال الكارانتي والثمن ديال اختي اللي ناقص 20% غتبقى لكم غير ب 19 اورو 99. يا اختي راه اي حاجه خديتها شوفي نحطها في الشاريو ديالي البنات اي حاجه خديتها كنجي نحطها في الشاريو ديالي. اللي عشاق البغرير اختي جابوا لكم المقله ديال البغرير وجابوها لكم اختي في لي طاي طيب يا اختي باردون لا طاي اختي ديال البغريره اللي بغيتي بغيتيها صغيره بغيتيها مويانه وبغيتيها كبيره. اول مره البنات كنلقى هاد الموديلات هادو هاد لا مارك ديال ارنيستو اخواتي لا مارك ديال ارنيستو صغيره 11 اورو 99 المتوسطه 14 اورو 99 والكبيره دايره 17 اورو 99 الاخوات. شفتوا هاد الموديلات اول مره البنات كنلقاهم 3 سنين ديال الكارانتي هانتوما البنات خمسه ديال النجمات لا مارك ديال ارنيستو. حتى هاد الليمول هادو ديال الفران فيهم بزاف ديال لي موديل كاين هذا كيجي غارق كاين هذا البنات كيجي هكا بيضاوي الشكل كيجي ضاي بيضاوي الشكل زويونين البنات هادو ديال الفران دير فيهم حوت دير فيهم لحم الشكل ديالهم كيجي زوين الاخوات. والزاج البنات الزاج لا مارك ديال فرنسا البنات راه ماشي شينوا هذا الموديل ديال فرنسا ها هو اختي شفتو كاين حتى ديال لي فام البنات جايبين بانطوفات ديال لي فام وديال الرجال هانتوما يا الاخوات الموديلات داكشي غزال الثمن ديالهم 4 اورو 99. شوف نقول لكم البنات واحد النصيحه من القلب الاخوات كيف معودتكم ديما هاد البانطوفات زوينين ياك ولكن انا صافي دابا قرب السولد البنات بانطوفات كيبقاو ديالنا مارك راه غادي تولي ان شاء الله راه نهار 10 البنات غادي يبدا السولد بعدا خبر عاجل نسيت البنات نهار 10 غيبدا السولد البنات وجدوا لي راسكم نهار 10 في شهر 1 البنات غادي يبدا السولد فهمتوا البنات وغايب بحال هادشي غيديروا ليه غيديروا ليه السولد البنات فهمتوا. يعني ما كننصحكمش انا غير كنبارطاجي معكم لاغيفاج بالنسبه للكاتمات ديال لي فام وديال الرجال كننصحكم بهم البنات لان بحال هكا الكاليتي ما كتلقايهاش والله الاخوات. اما بحال هادشي البنات
دروك يبدا الصوت وتاخذوا ماركات برخص من هذا الثمن هذا، فهمتوا؟ جابوا يا البنات واحد الحاجه زوينه اللي بغيت نبارطاجيها معكم، خصوصا هكا الاخوات اللي فيهم الالم ديال الدوره الشهريه، ولا كيضرك ظهرك، ولا كضرك ركبتك، ولا كضرك رجليك، ولا فهمتوا يا الاخوات؟ هادو شي حاجه زوينه كتبغي تسخني، فهمتوا؟ هادو كيجيو فيهم هاد العيبات هادو البنات، هادي راه غير صمطه، هادي راه غير صمطه البنات كتجي فيها هاد اللعيبه، هاد اللعيبه علاش داير كلشي؟ هادي اختي كتخشيها، كتخشيها في الكونجيلاتور، بحال دابا رجليك شي واحد طاح ولا شي حد تحرقتي ولا ما عرفتش، المهم شي حاجه بغيتي تبرديها، كتخشيها في الكونجيلاتور ساعه وكديريها على كديريها هنا وكديريها بحال دابا على الظهر، حيت هادي ديال الظهر، فهمتوا البنات؟ ها هي ديال الركبه، ها هي البنات راه فيها موديلات، هادي كاينه هادي ديال الركبه بالنسبه للميمات، بالنسبه حتى الوالده ديالي كضرها الركبه ديالها، بغيتي تسخن الركبه ديالك كتشدي هاد اللعيبه هادي كتخشيها في الميكرو من 15 ل 25 دقيقه وكديريها اختي في الركبه ديالك، فهمتي؟ وكتسخن هكا الميمات الاخوات لاول مره البنات كنلقاهم في اليدن، نشوفوا واش فيهم، صافي فيهم غير ديال الظهر وديال الركبه البنات، شفتوا؟ هادي ديال الظهر تقدري ديريها الظهر، تقدري تقلبيها ديريها لكرشك، فهمتوا البنات؟ شي حاجه زوينه ديري لهم 3 أو 99. جابوا البنات حتى هادو ديال كيجيو بحال الشكل ديال هكا، كيجيو قريحات اسرين اكسيد ابل البنات، هي والله الا اسرين اكسيد ابل، يعني ما يكحلو ما يوقع عليهم حتى شي حاجه، ديري فيهم هكا الماء، ديري فيهم عصير خارجه، فهمتوا الاخوات؟ ما كيتغسلوش في لا ماشين البنات، يعني تغسليهم غير بيديك. الثمن ديالهم 4.99 أورو. جايبين اختي هاد العكيكزات هادو، هاد العكازات هادو، ها انتم البنات ديرهم 6.99 أورو. شفتوا هذا زوين، في هذا السبيته باش كيتعلق، شوف الاخوات وكيتزاد وكيتنقص، هذا الموديل هذا 6.99 أورو، وكاين هذا الموديل هذا كاين بالنسبه يعني هكا اللي ما كيقدرش يلبس الصباط ديالو، بحال طاحوا بحال هكا الميمات ولا الوالد ديالك ولا فهمتوا البنات، انسان كيضروا ظهره الله يحسن العوان ما كيقدرش يتحنى، هادو كيهزوا بها البنات، يقدر يلبس بها الصباط ولا تلبس بها الصباط، طاحت شي حاجه من الارض تهزها بها، شو البنات زوينين كيجيو على هذا الشكل هذا الاخوات اللي داير لهم نفس الثمن 6.99 أورو. جايبين هاد الشبيكات هادو البنات اللي شي حاجه زوينه كاينه حتى في اكسيون، هادو البنات كيتزادوا ما لقيت حتى وحده محلوله، هي البنات كتحل على هاد الشكل هذا وكديرها في لافابو، فهمتي البنات؟ انا عندي بحال هاد الشكل هذا كتغسلي فيها اي حاجه البنات، كتغسلي فيها الخضره، تغسلي الخص اللي سالاد، الخضره، اللحم، حوت، دجاج، اي حاجه البنات، فهمتوا الاخوات؟ وكتصفي اي حاجه كتصفيها البنات، الثمن ديالها 6.99 أورو، كاينه هنا وكاينه في اكسيون، زوينه البنات هذه كتنفع الاخوات والله الا كتنفع. جايبين هاد الكويميلات هادو البنات لا مارك ديال ارنستو، شي حاجه واعره، الثمن ديال اختي فيها جوج هضروا بعدا والدائره ديالها اختي 20 سنتيمتر 3 سنين ديال الكارانتي، هاد الكويميلات البنات شي حاجه واعره والله البنات، راه كيحطوهم كيطاروا ما شاء الله، الثمن ديالهم 19.99 أورو. وجايبين هذا اختي باش كتورغانيزي الثلاجه ديالك، ها انتوما يا البنات شوف زوين الشكل ديالو، كيجي غارق، كيعجبوني هاد الغارقين هادو البنات، ما كياخذوش اسباس في الثلاجه، فهمتوا الاخوات؟ وغارق وكيهز لك كونتيتي كثيره، بحال دابا فاش كتكون هكا قصيره يعني ما كتهز لكش، هادي غارقه البنات تهز لك البنات، شفتوا؟ ديال الخضره تورغانيزي بها في الثلاجه البنات، تقدري تورغانيزي بها الماكياج ديالك، تقدري ديريها في الماريويات، ديري فيهم سماطي، اي حاجه هذا كيبقى كتورغانيزي بها البنات، ديري في البلاكار، ديري فيه لي برودوي، ديري فهمتوا؟ يعني اي حاجه الاخوات ماشي غير الثلاجه، اللي الثمن ديالهم 3.99 أورو. واخيرا 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 اختي داروا ليهم الروتور، هاد لي بوط هادو انا راه كنت خديتهم البنات، كنت بارطاجيتهم معكم، كنت خديتهم ديك المره فاش جاوهم، كانوا دايرين واحد الدشه كبيره ما شاء الله شي حاجه زوينه باردون البنات، كاينين فيهم موديلات، كاين هذا الموديل هذا هو اللي خديته انا، كتجي فيه هذه كبيره وكيجيو فيه هادو البنات، هذه هي كبيره وهادو الاخوات، هذا ثاني كاين هذا الموديل هذا، هذا تقدري فيه البنات ديري فيه لي زيبيس، تقدري ديري فيه ما شاء الله، كتجي فيه 12 بواطه يا الاخوات، 12 بواطه عرفتي راه ما شاء الله، حطوهم ديك المره وطاروا يا الاخوات، وحتى دابا راه غادي يطيروا لي عند غسي البنات يطير ليدل باردون يا الاخوات، هاد الموديل هذا فيه 5 ديال لي بيس، وهاد الموديل هذا حيت كيجيو صغار فيه 12 بيازا، وفيه هاد اللعيبات هادو باش كدوري، فهمتوا البنات؟ بحال الشكل ديال الملحه بحال، فهمتوا؟ بغيتي تكبي بزاف، بغيتي تكبي غير شويه، زوينه هاد القضيه، يعني كتحكمي في داكشي اللي كتكبي، الثمن ديالهم 9.99 أورو. جابوا هاد لي طوخشو هادو ديال لاكويزين، ها انتوما يا الاخوات راه عرفوكم الكوزينه جايه، الثمن ديالو 6.99 أورو. شوف البنات فيه فوطه،
فيه ما شاء الله. مارش شحال من سيرفيس البنات هانتوما، خمسة ديال لي بياس. شوك لي طوغ شو، كاين هاد الفوطا هادي، فهمتوا البنات؟ فيهم بزاف الاخوات ديال الكوزينه، كاين هاد الزرق هذا، كاين اختي الخضيدر زوين تاع هاد الخضيدر هذا، وكاين فيهم البنات حتى هاد اللون هذا. شو لي الثمن ديالهم 6.99 جيب لكم هاد الشارويات هادو اللي كيتتناو هادو البنات. احسن حاجه اختي بالنسبه اللي ما عندوش لي سباس كيتتناو البنات، وفاسيل هادو زوينين ديما كيجيبوهم في ليتر وكيطيروا. فيهم هاد الدراجات هادو ديال الدروج كيساعدوا بالنسبه للناس اللي ما عندهمش لاسانسور ولا فهمتوا الاخوات، كيساعدوا في الطلع في الدروج. الثمن ديالهم 34.99. الموز البنات ديالي خصكم بشرى بحر دخلت للدار، عرفتي البنات باقا بحويجاتي. كنهضر مع الوالده ديالي كتقول لي بشرى راه ضرب عندنا الزلزال. يا ربي السلام، عرفتي البنات ضرب غير اليوم في الصباح، ضرب بلي ملال وضرب كازا 4.9. يا ربي حضر السلامه. المهم البنات عيطوا للعائلات ديالكم وعيطوا لي فامي ديالو، سولوا عليهم. كنتمنى يا ربي تخرج سالمه وما يكون وقع حتى شي حاجه، لان الوالده ديالي قالت لي مشات الدار وجات، والله الا مشات الدار وجات. 4.9 الاخوات، 4.9. عفاكم الاخوات كتبوا لي في التعليق واش الامور دات عندكم مزيان، واش ما وقعت حتى شي حاجه. يا ربي درتي ولتي على الخير.